بضع عشرة نخلة، هذا ما تبقى من أشجار النخيل التي كانت تنتشر بالمئات هنا على ضفاف وادي معادن بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، وتنتج أطنانا من أنواع البلح للاستهلاك وبيعها بأسواق المحافظة، لكنها انقرضت وقل محصولها اليوم. النخيل هذه يسموها كانت شجرة الفقير، الكل يحصل منها والكل يأكل منها. في فترة من الفترات كانت منتشرة في هذا الوادي، في ضفاف الوادي، تهافت التجار إليها وكان يأكل من الجميع. في فترة من الفترات يعني اشتهرت بشكل المنطقة بشكل كبير جدا جدا، لكن في نتيجة نقص المي، كان وجود المي وجود الغيول، ونتيجة نقص المي والجفاف انقرضها الشجرة واصبحت ضئيلة جدا جدا، مما تاح للأسواق ان تستورد من مناطق اخرى. ارتفاع أسعار محصول البلح جاء نتاجا طبيعيا لما تعرضت له أشجار النخيل من موجة جفاف متلاحقة وترك الأشجار فريسة سهلة للآفات الزراعية، بالإضافة لغياب الإرشاد الزراعي من قبل الجهات المعنية. أسباب: أولا اختفاء الشجرة أصبحت قليلة جدا في المنطقة، كانت في الماضي كثيرة وبسبب وجود الماء كان عندنا ينبوع ماء يمشي هنا في الخط هذا، والآن أصبحت الشجرة انتهت بسبب عدم وجود الماء. بالإضافة إلى عدم الناس ما فيش عدم اهتمام لها لما كان في الماضي. المحصول ما هوش حتى عاد الربح ولا حتى نص الربح اللي كان محصول خير كثير كان. بالنسبة للنخيل والليم كله كان تصدر منها لا عدم. بالنسبة للليم والنخيل كان خير واجد. ومن عوامل انقراض أشجار النخيل أيضا تعرض الكثير منها لجرف السيول واقتلاعها وتقطيع أطرافها لبيعه لصناع الحصير والأدوات الخزفية. من أهم الأسباب هي تعاقب دورات الجفاف بعدم وصول الري إلى بعض الأراضي الزراعية نتيجة لانخفاض منسوب الوديان ومجرى المياه عن القنوات التي تعرضت القنوات للانجراف، فضلا عن صعوبة ضعف عمليات التجديد والغرس، وأيضا صعوبة تلقيح النخيل نتيجة لطول أشجار النخيل أدى إلى أنه كثير من المزارعين تركوها دون تلقيح. يتطلع المزارعون هنا إلى تدخل وزارة الزراعة والري والمنظمات العاملة في المجال الزراعي لدعمهم بشتلات ملقحة وبديلة عن الأشجار الحالية غير المثمرة، إما لكبر سنها أو لطولها عشرات الأمتار في الارتفاع الشاهق.